يعني يا سليم احنا لو اتفقنا دلوقتي احنا الاثنين ممكن نخرج من هنا نروح مش كده؟ لا مش كده، لانه حتى لو اتفقنا وخرجنا احنا الاثنين مع بعض انا مش عايز اروح معاك. اسمع يا جل، احنا نعرف بعض من زمان قوي مش لسه هنعرف بعض دلوقتي، عشان كده نفسي تأثر وتجيب من الاخر. من الاخر ماشي. بص يا حبيبي، دي التورتاية يا سليم اللي احنا بناكلها بعد كل عملية، نصها بيروح لزين العطار والربع بيروح لهاشم، وانا وسيف ومتولي الله يرحمه كلنا مزنوقين في الربع الاخراني من التورتة. وطبعا الرايق الفتافيت يا حبيبي بياخدها من هنا على من هنا، والحاجة ساعة هاشم معاه الربع حق. واحنا يا سيدي مش بنبص في نصيب حد، ماشي الكلام، لكن انا بقى مش مستريح وعايز ابقى زي هاشم. ماشي، يعني انت يا جلال عايز حته زياده؟ لا يا حبيبي، عايز الربع. الربع من حق هاشم، من نصيب هاشم، لانه مش ممكن ابدا هناخد ابدا الربع من عند العطار. الف سلامه عليك يا جلال. وعليك يا حبيبي. انت شكلك كده في اليومين اللي انا غبت فيهم هنا خدت دور جامد قوي، عشان كده بقى انا هدي لك وصفه من عندي هتستريح عليها خالص. الورقه دي تاخدها زي ما هي كده وتبلها في شويه ميه وتشرب منها 3 مرات على الريق، مش هتبقى كويس وهتفارقنا، وتستريح وتريح. مش يمكن انت اللي تريح؟ حبل المشنقه مش بعيد تسليم، طرفه في ايد حضرتي، لو ريحتني حرخي وتقعد معانا وتحضر التقسيمه الجديده وتبقى زي الفل وتنفذ اللي احنا اتفقنا عليه. تعبتني حشد الحبل غصب عني، وانت تعز عليا، ما انت عارف زي ما انت قلت كده احنا قدام مع بعض وعارفين بعض من زمان مش كده يا سليم؟ مشكله يا ريس ان الموبايل ده مقفول بقاله فتره، وبالتالي مش ده المكان اللي هم موجودين فيه دلوقتي. برضه تبعت رجالتنا لنفس المكان، ومش بس كده، ما تسيبش حته حوالين المكان الا لما يكون في حد من رجالتنا بيسال فيها. في ايه يا حربي؟ انت خبت ولا ايه؟ دختي فوق. فارس عملته فيه ايه؟ لسه مش عارفين نوصل له يا ريس، بس ما تقلقش يا ريس، احنا جبنا العنوان صاحب العربيه وهنجيبه. برضه مش بقول لك انت خبت. في ايه؟ طب ايه؟ ايه يا عليا؟ ايه يا عليا؟ مالك؟ تعالي هنا بصيلي. في ايه؟ اتكلمي. عليا خد يا حبيب عمتك حتتين الذهب دول تروح تتصرف فيهم، وهات رجاله جداد كده على كيفك وتروح على القصر توضب وتروقوا عشان فرحك على بنتي. عايشة؟ عايشة؟ عايشة كيف يعني؟ يعني ايه عايشة كيف يعني؟ يعني كده؟ اياكش فاكر اني كنت هديك رجية وتقعدوا تحبوا في بعض وتستجوا علي؟ لا يا حبيبي، انا ما احبش ابدا صباعي يكون تحت ضرس حد. عمتك تحب تكون شوكة في حلق اللي قدامها، يعني يوم ما تفكر تكح تخنقك وتموت. وبعدين ما انت خابر، رجية صغيرة وعيشة هي الكبيرة، يقولوا ايه الخلق علي، يقولوا جوزت الصغيرة قبل الكبيرة. لا ما ينفعش. قلي هنجروا فتحتك على عيشة ميتة يا حبيبي يا عبودي. تفضل عمي لبس. شكرا يا زكريا، طمني. قربنا نوصل للي خطفوا ياسمين، وغالبا هم اللي خطفوا فارس. اللي حصل في اخواتي ده دين في رقبتي، هيترد اللي عمل فيهم كده تالت ومتلت. قدها وقدود يا ابن زين،
المهم بس انا مش عايزك تنزل العمليه دي لوحدك. ليه يا عم؟ هو انا مش قدها؟ لا قدها، ما انا لسه بقول لك يا زكريا انت كبير من يوم ما اتولدت وانت كبير. انا طول عمري اقول لابوك كده، بس انا مش مطمن. حوالينا عقارب كتير مستنيه اللحظه اللي تلسعنا فيها. واحنا بنهرب منهم ولا بنعرف نصطادهم وندفنهم مكانهم؟ بنصطادهم وبنعمل كل اللي احنا عايزينه، بس لما نكون جنب بعض. انما دلوقتي زي ما انت شايف انا مرمي هنا وانت بره لوحدك. عشان انا لوحدي يا عمي لازم انزل العمليه دي مكانك. الناس كلها لازم تعرف ان لو ما فضلش غير واحد في عيله العطارين كل حاجه هتفضل ماشيه زي ما هي. راجل يا زكريا طمنتني. على فكره جلال جالي عايز يفك حبل المشنقة من حوالين رقبتي، بس في نفس الوقت عايز يربط بيه ايد عيلة العطار كلها. وناوي على ايه؟ هطمعه. هو طمعان وانا هطمعه اكتر. والحبل اللي بيفكر يربطنا بيه بكره هعلقه من رقبته فيه. بس المهم يا زكريا عايزك لو نزلت العملية دي تفنجل عينيك وتخلي بالك من اللي حواليك قوي. الضربة اللي بتصيب دايما بتيجي من القريب. خلي بالك يا عزيز انك عشان تثبت براءة حسن وأمير هتثبت معاهم اني حكمت عليهم زور، حكمت عليهم باطل. مش القصد يا عم سميح، بس كل الموضوع ان انا خدت شويه قمح من المخزن بتاع عم حمزه واكلته الحمامه من الحمام اللي في البرج. الحمامه فضلت عايشه، معنى كده ان الاكل ده كويس ما فيهوش حاجه. وبعدين رحت المطبخ خدت عينه تانية من القمح اللي هناك، شوال كده شكله غريب في وسط الشواله، اكلت منه الحمامه تانية. اول ما اكلت منه ماتت. ده معناه ايه يا عم سميح؟ معناه حد رمى الشوال ده في وسط الشواله، وانا مش ههدى غير لما اعرف مين الحد ده. بس سيبك سيبك من كل ده، كل ده مش مهم. أنا المهم عندي دلوقتي إن إحنا نخرج حسن وأمير عم سميح. الحمامة ماتت وربنا رحمها من اللي إحنا فيه واللي داخلين عليه. واللي داخلين عليه يا عزيز مش لازم حسن وأمير يبقوا فيه. إحنا داخلين على أيام لازم كلاتنا نبقى يد واحدة زي سور دار، طوبة جنب طوبة. لو طوبة واحدة مخالفة السور ينهار واللي وراه يضيع. مفيش حرب من غير خسائر، وأول خطوة في الحرب إنك تعرف مين معاك ومين عليك. وحسن وأمير طوبة مخالفة، مش زينا مش منينا مش يوت زينا. ما فتحوش عينيهم على الدنيا، ما يعرفوش أهلهم مين ولا فين. والدار دي هي ناسنا وأهالينا واللي تستاهل نضحي بروحنا علشانها. حسن وأمير عاشوا وسطينا، يمكن حبناهم وحبونا بحكم العشرة يعني، لكن عمرهم ما كانوا زينا ولا حيكونوا منينا. واللي عايزهم يبقوا زينا أكيد أكيد يا عزيز هو اللي زيهم. صدقني يا عزيز الوقت ده فرصة عشان تعرف مين اللي يستاهل يعيش في الدار دي ومين لا، ما يصحش يكون موجود فيها. فكر يا عزيز كويس، مش دايما الحاجة اللي تفكر فيها صح بتطلع دايما صح. وفكر كمان في المعمل بتاعك يتحرق يتكسر يجرى له حاجة سيئة لا قدر الله لو حد عرف اللي انت بتتكلم فيه معاي ده. فكر فكر يا عزيز، انا عارف انك عاقل عاقل وراجل بتفهم صح. يلا اخوي يلا قوم على المعمل بتاعك، قوم ربنا يهديك.
حسن. عزيز ها يا ابني طمني، عملت ايه جوه مع سميح؟ ها؟ ها ايه يا ابني بكلمك على فكرة، انت شربت سبيرت ولا ايه؟ بقول لك عملت ايه جوه مع سميح؟ الحمامتين ماتوا عبيدة. ماتوا؟ ماتوا ازاي يعني؟ ماتوا. الحمامتين ماتوا. ايه يا عبيدة ما بتفهمش؟ طب ما تفهمني يا عزيز، انا بقول لك ايه، سيبني دلوقتي، سيبني دلوقتي يا عبيدة. سلمى ما تعرفيش حازم اخوكي راح فين؟ لا يا ماما، هو مش مع مدرس واصحابه دول؟ مش موجود وما بيردش على موبايله. بعدين بقى مش عارفه احلاقيها منه ولا من ياسمين.